في الصباح الباكر لهذا اليوم التاريخي والمصيري يخرج الكفيف سمير من بيته الريفي مرفوقا بولده ايوب صوب مركز الاقتراع وكله عزم وحزم على اداء واجبه الوطني لازم تكون عندي الشجاعه والاراده الكافيه من اجل يعني تأدية الواجب تاعي هذا بكل يعني راحة يعني سناش كان هو اللي يعطينا الإرادة هو عنوان للتحدي واليوم بمناسبة الانتخابات الاستفتاء على الدستور كان أول شخص ينوض في الحي نتاعنا وينوض الناس باش يروح يمد صوته ورغم أنه الظروف سكن الحين الحين اللي ساكن فيها الحي الحي اللي تنعدم فيها أبسط ضرورة الحياة سمير ورغم إعاقته البصرية يتمتع بحس مجتمعي ووعي سياسي أهلاه ليكون خير سفير لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الموعد الانتخابي الهام الواجب تاعي بكل حرية وكل يعني استقلالية والحمد لله هنا كان احترام البروتوكول الصحي لمحاربه وباء كورونا الذي نطلب من الله عز وجل ان يرفعه علينا نتمنى ان ما بعد الدستور هذا تكون الجزائر الجديده الحقيقيه لاجل تحسين معيشه المواطنين وخاصه ان إحنا ذوي الاحتياجات الخاصه لا تعمل الابصار بل تعمل القلوب والضمائر هكذا اراد الكفيف سمير تمرير رسالته في هذا اليوم المشهود الفاتح نوفمبر شراره بعد الجزائر الجديده